خلينا كالمعتاد نبتدي بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. كان عندنا أحداث كثيرة ومهمة، منها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية. أيضا سيادة الرئيس أكد لوزير الخارجية فرنسا أن مصر تعمل دائما للتوصل لحلول سياسية وسلمية للأزمات الدولية. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت امبارح، مجلس الوزراء وقف دقيقة أحداد على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، وجه كمان بفتح قنوات تواصل لتلقي بلاغات أسر متضرري إعصار ليبيا. وأخبار تانية وتفاصيل هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل تريزا إيفوا أسانغونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية. الرئيس أثناء اللقاء طلب نقل تحياته للرئيس تيودور أوبيانغ، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة اللي بتربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية وصون السلم والأمن القاري. كما شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات. بالأمس استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا. خلال اللقاء تمت الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي. وأيضاً تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف. وثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. امبارح دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة في مستهل الاجتماع الأسبوعي إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا. وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين بمن فيهم الضحايا المصريين في ليبيا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين. امبارح وجه الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا. وأشار مدبولي إلى أنه في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والمتواجدين على الأراضي الليبية المتضررين من الكارثة الإنسانية التي خلفت ضحايا ومصابين ومفقودين، سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أمام هؤلاء الأسر والمواطنين لتسجيل أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأحوال أبنائنا المصريين المتواجدين في ليبيا الشقيقة، خاصة في المناطق التي تأثرت جراء هذه الكارثة من ضحايا أو مفقودين أو متغيبين أو مصابين، وده لتوفير جميع هذه البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية لإعمال شؤونها كل فيما يخصه. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الخطوات اللي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية اللي تم إنشائها لهذا الغرض. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 نفذت إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، وبيشارك في التدريب عدد 19 دولة بقوات. وبدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة اللي بيتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب، وشملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة، بالإضافة لتنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة.
أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، ففي مجموعة كبيرة من الأحداث، منها افتتاح معرض أيادي مصر في أسوان، وده لدعم المرأة. أما مبادرة فرصة فسلمت 207 من رؤوس الأغنام ل 69 أسرة في مركز مطاي بمحافظة المنيا. كمان استقبال 237 طائرة شارتر في العالمين ومرسى مطروح، وأيضا الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجماعية بجامعة الوادي الجديد. أخبار تانية وأحداث تانية هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها محافظة أسوان اللي شهدت افتتاح معرض المشغولات اليدوية أيادي مصر بمصنع سكر كومامبو في إطار الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة ضمن سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات وتفعيل بروتوكولات التعاون المبرمة للتوسع في تنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة اللي بتهدف لدعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية اللي بتتميز بيها المحافظة باعتبارها عنوان للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة. محافظة المنيا شهدت توزيع 207 رأس أغنام على 69 أسرة مستفيدة بقرى منبال ومرزوق في حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي فرصة للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة، وده لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً خاصة في القرى النائية. محافظة مطروح أكدت استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعياً من عدد من الدول الأجنبية اللي وصلت لحد دلوقتي 237 طائرة شارتر، منها 187 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي و50 رحلة شارتر بمطار العالمين. جامعة الوادي الجديد أعلنت أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مباني المدن الجامعية، وده بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين وضمن استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد والانتهاء من صيانة المدن الجامعية. محافظة المنوفية أعلنت أن فرص العمل اللي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك في شهر أغسطس اللي فات بلغ 44 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 25 مشروع بتمويل ما يقرب من 7 مليون جنيه، وده في إطار الجهود المبذولة من المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تعزيز ثقافة العمل الحر. محافظة أسيوط أكدت على فتح 57 فصل جديد في بعض المدارس الرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال KG1 بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي 2023-2024، وده لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم وطبقاً لقواعد القبول المنظمة وحرصاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ نظم قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 209 مريض في قرى مراكز مطوبس والبرولوس ودسوق وكفر الشيخ والحمول وبلطيم. كمان تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لأهالي قرى السعيدية وحمول العرب والطرفاية بمركز الحمول. محافظة الشرقية أعلنت عن جاهزية المحافظة لافتتاح 41 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 242 مليون جنيه، وده خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، خصوصاً إن المحافظة بتولي اهتمام بقطاع التعليم وبتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة بتساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.